الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مرحبا بك في المرشد الإلكتروني. يمكنك البحث في 5 كليات على التخصص المناسب لاهتماماتك، أهدافك، رغباتك وإمكانياتك. كلية التربية الأساسية، كلية الدراسات التجارية، كلية الدراسات التكنولوجية، كلية العلوم الصحية، كلية التمريض. كما يمكنك الاطلاع على الخطط الدراسية لكل تخصص وكيفية إنجازها في المدة المحددة لها، ويمكن للطالب من الاطلاع على خريطة التخصص به التي تمكنه من التخرج في المدة المحددة. كما يتيح متابعة الحالة الأكاديمية للطالب ودرجاته والمقررات الواجب تسجيلها في الفصل الدراسي القادم وأكثر. ويمكنك الاطلاع على اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.